هنتكلم عن كورونا بالانجليزي ومعاكم محمد عبد الوهاب. لو انت بتتعامل مع اي حد بيتكلم انجليش ومش عارف مصطلحات كورونا فالفيديو ده يخصك. هنكلم حد في لندن عشان خاطر هو اللي هيدينا مصطلحات مظبوطة. قبل ما ابدأ الفيديو ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد. السلام عليكم جاسمين، اخبارك ايه؟ السلام عليكم محمد، الحمد لله بخير كويس، رمضان كريم. Look what I bought from Egypt. Let me show you. So I bought this that I'm in love with, and then I bought this as well. It's so pretty. And I bought this. Oops. I love love love. Right, let's go. يلا بينا. يلا بينا. أول حاجة عايز أعرفها الحاجة اللي أنا لابسها دلوقتي، الجوانتي. بالعربي جوانتي يعني إيه بالإنجليش؟ gloves. gloves. طيب وديا اسمها كمامة. mask. mask. طيب بعدما عرفت أول حاجتين دول أقلعهم عشان نعرف نكمل الفيديو مع بعض. هسألك على المصطلحات بتاعت الكورونا بالإنجليش. كورونا فيروس. كورونا. COVID-19. What does it stand for? The CO stands for corona. The VI stands for virus. The D stands for disease. And 19 stands for 19th of December, which this outbreak started. CO, أول حرفين من كورونا. VI, أول حرفين من virus. Disease, خدوا أول حرف اللي هو D. اللي هو بقى COVID. And 19, اللي هو رقم 19, اللي هو 2019. تاريخ ظهور الحالة الأولى لكورونا تحديد ديسمبر 2019 عشان كده سموه COVID-19. germs. 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 بلاش تقول جيرمس وبلاش جيرمس. بلاش جيرمس. وباء. epidemic. لما يكون المرض على نطاق قليل جغرافيا وعدد قليل بنقول عليه epidemic. جائحة. pandemic. أما بالنسبة للقاح. vaccine. vaccine. طرق الوقاية. methods of prevention. methods of prevention. المطهر. antiseptic. antiseptic. أما المصابين. victims. victims. عدد المرضى. number of patients. number of patients. الحمى. fever. fever. والصداع. headache. headache. اما لو في كحة او سعال. cough. cough. اما لو قدر الله لو في وجع في الصدر. chest pain. chest pain. chest pain. اما لو عندك رعشة. رعشة كده شوية. chill. كلمة طوارئ. emergency. emergency. اما اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي اللي هو الحجر الصحي. quarantine. quarantine. الاعراض. symptoms. symptoms. WHO stands for World Health Organization. الاخبار اللي احنا بنتابعها كل يوم عن الكورونا فهي جايه من منظمه الصحه العالميه اللي اختصارها WHO. World Health Organization. World مش world. جهاز المناعه. immune system. immune system. immune system. immune system. التعقيم. sterilization. فترة الحضانة. incubation. incubation. اما كلمة العدوى. infection. الله ينور عليك. بصراحة النهاردة عملت معانا الواجب وزيادة. شكرا. شكرا جاسمين. you're welcome محمد. anytime. thank you guys. before I go this is my instagram page. find the link down below and thank you. see you all soon. bye. bye. نفس الكلام اه. بس انتوا بتحبوني الاجنبي وبتحبوش المصري. طبعا انا مش طالب من اي حد ان هو يتكلم زي الانجليز ما بيتكلموا على قد ما تقدر. بس اهم حاجة المفترض انك توصل المعلومة اللي قدامك عشان يفهمك. اللي قدامك فيه من المعلومة انت خلاص. انت مش مضطر. انت مش مترجم. انت مش تحط لهم مناهج. انت بس بتتكلم عشان توصل معلومة.
في بعض المواقف تتحط فيها ما بتبقاش عارف تعمل ايه، فلازم تكون عندك الكلمات اللي تقدر تمشي بيها امورك. اما بالنسبة للناس اللي بتتكلم انجليش احسن مني والناس البروفيشنال، اعتقد ان الفيديو ده مش ليها اصلا،